بسم الله، السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة التأويل مع نور. كيف ما عودتكم بالجديد والصحي والمفيد، اليوم جيت نتشارك معكم شربة، أو كيف ما كنقولوا بالدارجة المغربية ديالنا حسوة ديال الشعير. الشعير اللي كيف ما كتعرفوا غني بالمواد المضادة للأكسدة، غني بالحديد وغني بالأملاح المعدنية وغير ذلك. وهاد الوجبة هي وجبة عريقة، وكنتمنى نرجعوا بحال هاد الوجبات للموائد والبيوت ديالنا ونحافظوا عليهم لانهم كنز لا يقدر بثمن. حسوة ديال الشعير اللي كنحتاجوا فيها شعير بلدي، اللي هو على هاد الشكل، بعد ما كيمر بالمراحل الاولى ديالو كيتغسل، كيتشمش، كيتطحن، كيتنفض ويتغربل، وكيعطينا بالبوله اللي هي على هاد الشكل. كناخذ زلافه من هاد البلبوله ديال الشعير او سميد الشعير، كنصبها في هاد الانيه ديال الطين. انا كنفضل نطيبها او نحضرها في هاد الانيه ديال الطين لانها كتجي لذيذه بزاف، وكنصب عليها الماء وكتبات ليله كامله كترقى كميه كافيه ديال الماء، وكنخليوها كنغطيها وكنخليها تبات ليله كامله كترطب. وفي الغد ان شاء الله في الصباح عاد باش كنطيبها. بعد ما خلينا البلبوله او السميده ديال الشعير ليله كامله كترطب في الماء، في الصباح كنضيفوا ليها شويه ديال الملحه، شويه ماشي بزاف، شويه ديال الحلبه، حبيبات ديال الحلبه، وشويه من مسحوق الزعتر. الزعتر بعد ما كنيبسوه كنطحنوه كنحصلوا على مسحوق ديال الزعتر. كيف كتشوفوا الزعتر كيتطحن كيعطينا مسحوق، وكنشعلوا عليها العافيه. كنخليو العافيه مهيله، كطيب على عافيه مهيله، وكنبقاو نحركو حتى كطيب. وكنستمروا في التحراك حتى كطيب. الحسوه ديالنا على خاطرها، الحساء ديال الشعير تقريبا كتبغي شي ساعة ديال الوقت باش طيب مزيان، باش ما ديرش لينا مشاكل في الجهاز الهضمي. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وها الحسوة ديالنا بعد ما وجدات، بعد ما كملات في الطياب، نضيفوا لها القليل من زيت الزيتون او المعروف بزيت العود. كنحركوا واحد شويه وهالحساء ديال الشعير ديالنا وجدات بالصحة والراحة. وبعد ما وجدات الحسوة ديالنا هي كيف كتشوفوا بالصحة والراحة، كنقدروا نضيفوا ليها شوية ديال زيت العود ولا نتناولوها بحال هكا، لأن من قبل كنا زدنا شوية ديال
زيت الزيتون، نقدروا ناخذوها مع شويه التمر ولا شويه الشريحه حسب اللي موجود عندنا في الدار. وهكذا كنقدروا نكونوا خدينا وجبه متكامله في الصباح مع الفطور او في الليل مع العشاء. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، وبصحتكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله في قناه تاويل مع نور. شكرا وبصحتكم.